احنا نعرف ان الادابتيف ميونيتي تتميز عن الانيت ميونيتي بكونها متخصصه تعرف بالضبط من تهاجم وشكله ومن هو. باهي كيف بالضبط يا برنس اللي صاير هو تخصصيه كل خليه مناعيه في الادابتيف ميونيتي بانتيجين معين او ايبيتوب معين، ومستحيل زوز يتشابهوا في شكل اسلحتهم في القتال. نجول الانتي بادي اللي تنجل بيسل كمثال. كل خلية بي سيل تنتج انتي بادي بشكل يختلف عن اختها الخلية الثانية ومستحيل تشابه. يعني لو تشوف الانتي بادي عنده شكل معين وعندنا اشكال هلبة من الانتيجين، شفتوا كيف شكلها؟ عندنا اللون الاصفر والازرق والاخضر والاحمر والالوان الاخرى. برايك هل الانتي بادي هذا يمشي معهم كلهم ولا يمشي مع واحد بس؟ الاجابة يمشي مع واحد بس اللي هو البرتقالي هذا، ولو حاولوا الثانيات معاه مش راح يرتبط معاهم ويقول لك هذا ما نعرفهمش وبالله يخليهم يطاردوا لساعة نبغى نشم الرواح. اذا فالانتيبادي هذا اللي اخذناه من نوع واحد من البي سيل ويمشي مع الانتيجين الواحد هذا اسمه مونوكلونال انتيبادي. بهي كيف يتم تحضيره؟ يتم تحضيره بان ناخذ الانتيجين اللي نبغى نكونه انتيبادي ضده ونحقنه في فار تجارب، واللي يصير بعدين ان الفار راح تتفعل الخلايا المناعيه اللي هي البي سيل اللي تمشي معاه واللي عندها انتي بادي يمشي مع الانتيجين هذا اللي حقناه. المهم بعدين ناخذ الخلايا المناعيه من الفار ونطلعها ونلقوا عندنا هلبة انواع من الخلايا، ولو تلاحظوا ان كل خليه بلون مختلف، ونحاول نديروا لهم دمج او فيوجن مع خلايا اسمها مايلوما سيلز. باش هي المايلوما سيلز؟ هذه يا خال عباره عن خلايا بي سيل بس مصابة بتيومر، ندمجوهم مع بعض بالطريقة هذه. والخلية المتكونة من الدمج أو الفيوجن اسمها هايبريدوما. تبقى علاش دمجناها؟ دمجناهم باش نستفيدوا من خاصيتين موجودات في المايلوما. الأولى أن المايلوما تتكاثر هلبة بما أنها سرطان، وبالتالي بعد الدمج راح نكون هلبة خلايا بي سيل منتجة للأنتيبادي اللي نبوه، لأنها بتنتقل لها الصفة هذه اللي هي الانقسام وكثرته، وحتى هي بتولي بتنقسم بكثرة زيها. والخاصية الثانية أن المايلوما تنتج في كميات كبيرة من الأنتيبادي، وبالتالي لو دمجناهم راح نحصل كميات كبيرة من الأنتيبادي وايضا كميات كبيره من البي سيل المنتجه ليه. المهم بعد الدمج نحاول ندير لهم زرع ونطلع الخليه اللي نبوها واللي تنتج في الانتيبادي اللي نبوه، والزرع هذا يدار في ميديا اسمها هات او اتش اي تي، والميديا هذه سيلكتيف يعني ما ينموش فيها الا الخلايا اللي نباها تنمو، وهذا معنى سيلكتيف فور بوزيتيف سيلز. شنو بينمو هناك في رايكم؟ راح تنمو الخليه هي اللي هي تنتج في الانتيبادي اللي نبوه، ناخذ نديروا لها كالتشرينج في الميديا اللي اسمها هاد، هي الوحيده اللي راح تنمو، وبالتالي راح نعزلوها فناخذوها ونحطها في مكان تاني بروحها، وهيك نكون طلعنا الخليه المنتجه هذه وعزلناها عن باقي الخلايا، ونبدو بالطريقه هذه ننتجوا في انتيبادي ونفصلوا بعدين الانتيبادي حتى هو بروحه، ونبدو نستعملوا فيهم في شنو؟ في استعمالات هلبة منها علاج السرطانات وحتى الكشف على الامراض والعدوى وغيرها، والحمد لله رب العالمين.